الان اجيب لكم مثال هذا المثال جدا خطير شوفوا هذه المقاله تنتهي الى هدم الدين كله ام لا يقول مضمون كلامه يقول احنا ليش عندنا حاله الجمود احنا يجب ان تكون عندنا حاله انطلاق ويجب ان تكون عندنا شجاعه الرواد الاوائل الرواد الاوائل كانوا شجعان شجعان امام منو؟ امام الله امام القران امام النبي صلى الله عليه واله، احنا مخليني نكون شجعان مثلهم، ليش هذا الجمود؟ الرواد الاوائل في منطقه شطبوا على القرآن. هو يقول طبعا مو بلفظ شطبوا. الغوا القرآن. احنا نلغي القرآن. مثال يقول الاول الغى آية المؤلفة قلوبهم الله يقول "والمؤلفة قلوبهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم" القران يقول النبي عمل بذلك ولكن جاء الاول وبكل شجاعه شطب على هذه الايه قال الغاء سهم المؤلفه قلوبهم ليش؟ لانه الظرف اختلف ظرف اختلف في ذاك اليوم الدين كان ضعيف يجب ان نعطي للمؤلفه قلوبهم 100 بعير مثلا حتى نكسبهم الكفار مثلا الآن الدين قوي بعد ما نحتاج الثاني كان شجاع شطب آية من القرآن يا آية الطلقات الثلاث القرآن يقول الطلاق مرتان إلى أن يقول فإن طلقها في المرة الثالثة واضح الآية هو يقول واضح الآية الطلقات الثلاث يعني ثلاث طلقات ولكن يقول الثاني يجب بشجاعه وشطب على هذه الايه شلون شطب شاف انه الناس هواي يطلقون زوجاتهم فقال يجب ان نردعهم كل واحد قال لزوجته انت طالق ثلاثا تحرم عليه ليش ردعا امام الطلاق القران يقول ثلاث مرات لكن الرجل يقول مرة واحدة يقول ثلاثان هذا يؤدي مؤدة ثلاث مرات فالرواد الأوائل كانوا شجعان احنا مخلي نصير شجعان هنيئا للطواغيت كلهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم هذا مربوط بذلك الظروف يأتي حاكم مسلم يتبع الرواد الأوائل في شجاعتهم ويقول الآن الصيام يؤثر في تدهور معدلات الإنتاج فألغى الصيام هذه قضية حقيقية الحاكم الفلاني ما اجيب اسمه في البلد الفلاني الغى الصيام عن العمال شجاع حاج فد حاكم شجاع ثاني يجي ايضا خلي يلغي الحاج ذاك اذا الغى المؤلف قلوبهم مع قدسه وورعه وتقواه كما يقول انا مالغي الحاج ليش واحد يصرف اموال يروح على حج بيت الله الحرام خلي يجي يطوف حول قصري عبد الملك كان يقول او ذاك الحاكم ليش يروحون هناك؟ كل واحد يجي كل طاغوت يجي كل حاكم يجي يشطب ليش؟ الان الارهابيون الذين شوهوا صوره الدين في العالم اعطوا انطباع سيء من من يستلهمون؟ من هؤلاء الرواد الاوائل بس ذاك يجي يلكم خشم هذا الرجل انفه فيحطمه وهذا يجي يسوي حزام ناسف فيقتل مجموعه نفس المنهج لن تعرف الرشد لاحظوا الكلمه ما يقوله امير المؤمنين صلوات الله عليه واعلموا انكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه لابد ان تعرفوا منو أئمة الضلال؟ إذا ما عرفتوا تاخذون منهم تتأثرون بهم، أنا مرة مثلت أكو فد ولد فاسد في المحلة أنتوا طفلكم قولوا لا 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 تسوي لا غيبة لا تكشف سره تستر على هذا ولد الجيران، إذا تسترت هذا ابنك ما يصير عنده مناعة يروح يصادق وياه فيفسد لازم تقول لابنك أن هذا الجار هذا خطير هذا فاسد هذا مفسد هذا يدمر دينك هذا يدمر دنيا لازم تقول لا لا حفاظا على وحدة المحلة لا تقول شيء ابنك راح تشوه الصورة الدين في العالم الإرهاب من أهم مصادره المصادر العقائدية العقدية هذا من أهم مصادر الإرهاب هذا يمد الإرهابي هي هاي الكلمات اللي قرأتها هاي اللكمة وذلك الوطء الأول وذلك الوطء الأخير هاي تمدهم، امدا إنكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه لا تقولون هاي بحوث تاريخية هاي بحوث الحاضر هذه بحوث المستقبل ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه من اللي نقض الكتاب الشجعان الرواد الأوائل من اللي نقض الكتاب من اللي غير وضوء النبي النبي صلى الله عليه وآله الأعوام كان يتوضا أمام المسلمين من اللي غير وضوءه من اللي غير صلاته إذا ما عرفتوا معاوية معاوية إجا إلى المدينة قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين حذف البسملة بعد ما كمل فاعترضوا عليه لماذا يا معاوية أنسيت أم سرقت معاوية حذف البسملة لا 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 تتكلم حول معاوية وإذا ما تكلمت حول معاوية تأخذ من معاوية يصبح كاتب الواحي وتحذف البسملة أيضاً لان هذا يصير مل... مصدر الهام لك ولن تاخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه بعدين هذا اشكالكم اشكال على امير المؤمنين صلوات الله عليه اللطيف الخطبة اللي بعدها الإمام ينتقد طلحة والزبير لا 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 تتكلم حول طلحة والزبير قبل كم يوم واحد كان يقول زبير صحابي كبير لا تجرحون قلوبنا لا تتكلمون عليه، امير المؤمنين هو الذي يتكلم شو شو شلون يتكلم الامام، كل واحد منهما يرجو الامر له، كل واحد منهم يريد يصير حاكم ويعطفه عليه دون صاحبه لا يمتان إلى الله بحبل أصلا ربط ما إلهم بالله تعالى عد ابن أبي الحديد في شرح هذه الخطبة يقول قالها في شأن طلحة والزبير رضي الله عنهما لا يمتان إلى الله بحبل رضي الله عنهما ولا يمدان إليه بسبب كل واحد منهما حامل ضب لصاحبه ضب رمز الحقد في اللغة العربية يعني واحد يحقد على الثاني، اثنينهم دول قادة جيش، واحد يحقد على الثاني. رادوا يصلون صلاة الصبح، هذا دفع ذاك وذاك دفع هذا. هذا راد يصير إمام، ذاك راد يصير إمام. اثنينهم وقفوا بالمحراب، هذا يدفع هذا هالشكل، وهذا يدفع هالشكل. حتى كادت الشمس أن تطلع. فنادى الناس الله الله يا صحابة رسول الله شمس لا تطلع، فعينوا واحد ثالث صلى به، كل واحد منهما حامل ضب لصاحبه، وعما قليل يكشف قناعه به، والله لئن اصابوا الذي يريدون لينتزعن هذا نفس هذا، ولياتين هذا على هذا، اذا القدرة تصير بيدهم هذا يقتل ذاك وذاك يقتل هذا. شوفوا الخطبة الشقشقية إذا عندكم انتقاد انتقدوا أمير المؤمنين في الخطبة الشقشقية وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير إلى أن يقول لشد ما تشطر ضرعيها إلى أن يقول فصيرها في حوزة خشناء إلى أن يقول: إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نسيله ومعتلفه، أمض من هذا الذنب؟